بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع الأخير من الكتاب، وهو النوع 47 في الكلام على المفردات من الأدوات وحروف المعاني. وكنا بدأنا في المفردة 71 وهي ما، وقلنا ما أحيانا تأتي اسم وأحيانا تأتي حرف. فالاسمية لها 6 أنواع، إما ما الخبرية أو ما الشرطية أو الاستفهامية أو ما التعجبية أو ما النكرة بمعنى شيء ويلزمها نعت، أو نكرة بغير صفة ولا صلة. دي 6 أحوال احنا انتهينا منهم الحمد لله. النهاردة هنتكلم على ما بقى الحرفية، اللي هي تبقى بمعنى حرف وليست اسم، برضو بتيجي ايه في 6 أحوال. الأول ما النافية، ما النافية، وتملي احنا عارفين ان حروف النفي تبقى لها الصدارة، تبقى تبتدي في أول الكلام على طول، تبقى إيه؟ ولها صدر الكلام. سفر بس دلوقتي مستعجل؟ طب ما تستنى، سافر 8:30 نخلص الدرس. طيب ماشي. إيه رأيك؟ يبقى ما النافية دي بتدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، كويس؟ لو دخلت على الأسماء تبقى بمعنى ليس، وليس بترفع الايه الاسم وتنصب الخبر لأنها من أخوات كان، مش كده برضو؟ لو قلنا ليس فعل على فكرة يلزم الصورة الماضية بس غير متصرف، زي عسى وليس، يلزم صورة ايه الماضي على طول، ما فيش منه مضارع ولا في منه أمر، فإيه اللي يبقى ده اسم فعل ايه جامد غير متصرف، فهمت؟ يبقى ما دي لما تيجي نافية وتدخل على الاسم تبقى بمعنى ايه؟ ليس. ترفع وتنصب يسموها ما الحجازية، لكن ما عند التميمية اما تدخل على الاسم ايه والخبر تخليه مبتدا وخبر برضه ما تأثرش، يبقى ما النافية. في منها حجازية بمعنى ليس، فترفع وتنصب، ترفع الاسم تنصب الخبر، دي الحجازية. لكن ما التميمية تدخل على الجملة الاسمية تسيبها زي ما هي مبتدأ وخبر، الاتنين مرفوعين، فاهم؟ تبقى غير عامل. ما بقى اللي هي بمعنى ليس الحجازية وقعت في القرآن في 3 مواضع، في 3 مواضع بس، زي ايه؟ ما هذا بشر، ما هذا بشرا، شوف ما هذا يعني ليس هذا بشرا، وبشرا ان تبقى خبرها منصوبه ايه؟ ما هذا، وهذا تبقى ايه اسمها، مش كده؟ يبقى ليس هذا بشر. والموضع الثاني ما هن امهاتهم في سوره ايه المجادله، ما هن امهاتهم، يبقى برضو ليس هن امهاتهم، وتبقى امهاتهم منصوبة خبرها وعلامة النصب الكسرة بدل الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم، صح؟ فاكر الكلام اللي انت كنت بتاخده زمان وانت في كي جي 1؟ افتكره بقى، تفضل فاكره على طول، لأن انت بتاخده عشان تستعمله مش بتاخده عشان تنجح وبعد كده تعيش جاهل كأنك ما خدتش حاجة. في ناس بتذاكر عشان ياخد الشهادة وينسى كل المذاكرة فيرجع جاهل تاني، وده غلط. انت بتذاكر عشان تظل طالب علم وتستفيد بعلمك، فهمت؟ فاوعى تنسى معلومة،
حاول انك انت ايه، وعدم نسيان المعلومة سببه ايه؟ انك تعلمها للناس. اذا علمتها للناس عمرك ما تنساها، لان زكاة العلم تعليمه. فهمت؟ يبقى ما هن امهاتهم، ما هذا بشرا، على القراءة المتواترة ما هن امهاتهم، في قراءة شاذة يا اخي، ما التميمية، ما هن امهاتهم، بس دي شاذة مش متواترة. فهمت؟ ما هن امهاتهم تبقى ايه؟ ما غير عامل. عشان كده قال لك ايه؟ ما هن امهاتهم على قراءة كسر التاء، والكسرة هنا بدل الفتحة. فهمت؟ لان جمع مؤنث سالم. الموضع الثالث، فما منكم من احد عنه حاجزين. فما منكم يعني ليس منكم، من احد عنه حاجزين. شوف حاجزين اهو، ايه منصوبة خبر ومنصوبة وعلامة النصب ايه؟ الياء، لانها جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، مش كده برضه؟ طيب، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يبقى الياء هي ايه؟ هي الفتحة والنون هي التنوين. حاجزين، فهمت؟ يبقى احنا قلنا ان ما اللي هي النافية لما بتدخل على الأسماء بمعنى ليس، ليها ثلاث مواضع في القرآن بس. ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ما فما منكم من أحد عنه حاجزين. كويس، خلصنا الحتة دي الحمد لله. تدخل على الأفعال بقى، بتدخل ما على الأفعال. ما بقى لما تدخل على الفعل ملهاش عمل في الفعل، يعني لا تنصبه ولا تجزمه، وتسيب الفعل إذا كان مضارع تخليه مرفوع زي ما هو، ما تأثرش يعني، لا عمل لها على الفعل. فهمت؟ فلا تعمل، وتدخل على الماضي بمعنى لم، نحو ما خرج يعني لم يخرج. أصل لم دي بتنفي إيه؟ الماضي. ها؟ وقوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني لم تربح تجارتهم وإيه؟ ولا كانوا مهتدين. وعلى المضارع، تدخل على المضارع بقى لنفي الحال، يبقى إذا دخلت على الماضي تنفي إيه؟ الماضي، وتبقى بمعنى لم. لما تدخل على المضارع تنفي الحال وتبقى بمعنى لا، نحو ما يخرج زيد أي لا يخرج، نفيت أن يكون منه خروج في الحال، لأن لا بتنفي الحال ولم تنفي الماضي. فهمت؟ ما لم ولا الاثنين نوافي. فهمت؟ ومنهم بقى يا سيدي، خد بالك من الحتة دي مهمة، ومنهم من يسميه جحدا وأنكره بعضهم. وسبق الفرق بين الجحد والنفي في الكلام على قاعدة المنفي. ايه الفرق بقى بين النفي والجحد؟ همليك الكلمتين دول، اكتب حصة املا، يلا اكتب في الهامش، حسن خطك. وجبنا لك الكلام ده من كتاب الاتقان للسيوطي اللي احنا هنقراه بعد ده. فهمت؟ بيقول ايه بقى يا سيدي؟ النفي خلاف الإثبات، ومعناه في اللغة الإخراج. مش احنا عندنا الجمل العربية كلها يا إما جمل مثبتة يا منفية، هي تعتبر شق الايه؟ الكلام. يعني نص كلام العرب منفي ونص كلامهم مثبت، هي كلام كده زي ما بنقول كده ان الأخبار كلها ايه؟ ان الكلام اما اسلوب خبري او اسلوب انشائي. فهمت؟ وكذلك من حيث بقى ايه المعنى، فهي اما مثبتة او منفية. يبقى النفي ايه؟ نرجع تاني للاملة، النفي خلاف الاثبات، ومعناه في اللغة الاخراج، كما في قوله تعالى او ينفوا من الارض، يعني يخرجوا من بلاده. النفي يقول لك نفاه يعني اخرجه من بلده، يعني صار لا وجود له في بلده. فهمت ازاي؟ طب امال الجحد ايه؟ الجحد نقيض الاقرار. يبقى النفي
نقيض الإثبات، والجحد نقيض الإقرار. وفيه الإنكار مع العلم، كما في قوله تعالى وكانوا بآياتنا يجحدون. أصل أنت قد تنكر ما تعلمه وقد تنكر ما لا تعلمه، قد تنكر ما تعلمه إيه كذبا ويسموه جحد، واخد بالك؟ لكن لما تنكر ما لا تعلمه يسموه جهل، فهمت؟ يبقى الجحود انك انت تبقى عارف وتقول لا، تبقى انت قاتل وتقول انا ما قتلتش، فهمت؟ تبقى انت سارق وتقول لا ما سرقتش، فهمت؟ لكن الانكار انك انت تنكر شيء تجهله، فهمت؟ وقد تنكر شيء تعلمه ايضا، فالانكار اعم من الجحود، بينهم عموم وخصوص. يبقى الجحد، نرجع للإملة تاني، الجحد نقيض الإقرار، وفيه الإنكار مع العلم، كما في قوله تعالى وكانوا بآياتنا يجحدون. نكمل بقى تاني، الإنكار معنى دينا نفي وجحد وإنكار، ثلاثة شبه بعض، ثلاثة شبه بعض، فلازم إيه تعرف الفرق بين المتشابه، هو ده العلم. عارف الجاهل ما يعرفش الفرق بين المتشابهات، يقول لك كله عند العرب ايه صابون، يعني كله عند الجاهل اي حاجة مزلقة كده تبقى عند الجاهل ايه، يقول لك صابونة وخلاص. لا، مش كل مزلق صابون، فهمت ازاي؟ ده حاجات مزلقة، في حاجات كده ممكن بربور، واخد بالك ازاي؟ ممكن تبقى شحم، ممكن تبقى زبدة، ممكن تبقى جبنة، ممكن تبقى شحمة، ممكن تبقى اي حاجة. يبقى مش كله عند العرب سواء، العالم يعرف الفرق بين المتشابهات، فهمت؟ عشان تبقى عالم. فاحنا عندنا نفي جحود انكار، اللي ما دخلش مدرسة تقول له ايه الفرق، هم كله زي بعض، ايه ده بقى هتلخبطني ولا ايه، مش كده؟ لا، في فرق دقيق، اصلا جت في القرآن بالنفي وجاء الجحود في القرآن ايضا، وجاء كلمة يجحدون جت في القرآن، وجات برضو ايه ينكرون، فجاء الانكار، فلازم تميز. والقرآن مش جاي لنا علشان اننا ايه نفتكر انه كله شبه بعضه، لا، عشان نميز ونفهم وربنا يكلفنا صح، عشان كده خلق لنا عقل، لان العقل مناطه التكليف، هو اللي يميز بين المتشابهات وبين المتفرقات. فخد بالك، نرجع تاني للإملة، الانكار نقيض المعرفة والعلم، وهو ضرب من الجهل، كما في قوله تعالى فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ايه منكرون، يعني جاهلون به، في سورة يوسف ما قالش فهم له ايه جاهلون، لان الجحد يكون ايه عارف وبتنكر، لكن هم مش عارفين، فما قالش جاحد، قال منكر، فهمت بقى؟ وهم له منكرون. نكمل إملة تاني، الفرق بين النفي والجحد، أن النافي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا، يبقى خبر كأنه بيخبر، رأيت كذا تقول ما رأيت كذا، خلاص وهو صادق، يبقى إيه؟ يبقى النفي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا، ولا يسمى جحدا. الجحد يعني ايه؟ بينكر حاجة وعارفها، فهمت ازاي؟ باين في عينيك يا مجرم، يقولك لا انا مش مجرم، لا باين في عينيك، فهمت؟ ينكر اجرامه وهو مجرم، يبقى ده جاحد، فهمت؟ لكن هو بينكر اجرامه وهو بريء، يبقى بينفي، فهمت؟ يبقى النافي ان كان صادقا سمي كلامه نفيا ولا يسمى جحدا، وان كان كاذبا سمي جحدا ونفيا أيضا. فكل جحد نفي، وليس كل نفي جحد، وليس كل نفي جحدا. مش احنا قلنا بقى ايه ليس لازم ايه
تدور على منصوب لها خبر. مثال النفي: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أو ده بينفي إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى ليه ابن ذكر. على الآية دي تعرفك أن النبي لو أنجب ذكورا هتموت، مش هتصل لدرجة الرجولة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فبينفي أن يكون أبا لرجل، معناه أنه لو أنجب ذكرا يموت في الطفولة، فهمت؟ ولا يبلغ محل الرجولة. ليه؟ لأنه ختم النبيين. ولو لأن النبي لو أنجب ذكرا وصل للرجولة ورث منه النبوة، والنبي ختم النبيين، عشان كده قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا وأنا خاتم النبيين. فهمت؟ عرفناها منين؟ من خبر هذه الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه ده؟ مثال النفي. طب ومثال الجحد: فلما جاءتهم آيتنا مبصرة جحدوا بها. يعني بعد ما عرفوا أنها آية ومعجزة، عرفوها بقلبهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة، شفت قد إيه؟ لكن قالوا لا، موسى ده أنت ساحر، وهم عرفوا أنه لم السحر. فقال لك جحدوا بها. فلما جاءتهم آيتنا مبصرة، ومبصرة هنا دليل المجاز، لأن الآية مش مبصرة، الآية تبصر المتعظ المؤمن، هي مبصرة لغيرها مش مبصرة في ذاتها، وبالتالي هذا نوع من المجاز باعتبار المقال، لأن الآية ما فيهاش عينين تبصر، مش كده برضو؟ وفي في الآخر ابن تيمية يقولك ما فيش مجاز في القرآن. طب حيفهم إزاي آياتنا مبصرة دي؟ عشان تعرف بس جهل الجاهلين اللي هم مشي وراء إيه؟ وراء زلته. متقي زلة العالم، ابن تيمية ده راجل عالم له زلات كثيرة، فهمت إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي زلة العالم، فمين بقى اللي مشي وراء زلاته ولم يتقي زلته؟ الوهابية والسلفية، فهم؟ انت المفروض تتقي زلة العالم، تاخد من العالم علمه وتتقي زلاته، فهم؟ طيب نرجع تاني للإملة ومثال الجحد: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما قالش نفوها، قال جحدوا، ما قالش أنكروها، لأن الإنكار قد يكون مع الجهل، لا الجحدوا، لأنه لا يكون الجحد إلا مع العلم مع الإنكار، فهمت؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نرجع تاني للإملة: الفرق بين الجحد والإنكار، الجحد إنكار الشيء الظاهر اللي هو لا يختلف على اثنين، هو ده اسمه إيه؟ اسمه جحد. فالجحود إنكار الشيء الظاهر الذي لا يختلف على اثنين. ربنا موجود، يقول لك لا مش موجود، ده جحود بقى، لأن ربنا أظهر من كل ظاهر، فهمت؟ يبقى إيه الجحد؟ الفرق بين الجحد والإنكار: الجحد إنكار الشيء الظاهر، فهو أخص من الإنكار بخلاف الإنكار، يكون مع العلم وعدم العلم، عشان كده ربنا قال إيه؟ يعرفون نعمة الله ثم يجحدونها ولا ينكرونها؟ ثم ينكرونها، لأن من الإيه؟ من الإيه؟ من النعم الظاهرة، وفي نعم تانية باطنة لا ندركها، فقال ينكرونها هنا لبيان أن النعم أكثر من أن تدرك، فاللي تعرفه من النعم المدركة الغائب عنك منها أكثر، فقال ينكرونها عشان يشمل المعلوم وغير المعلوم، فهمت؟ ما قالش يجحدونها. شوف دقة الإيه اللغة بس. هنقرأ بقى إيه الكلمتين اللي مليتها لكم من غير مقاطعة للشرح عشان تضبط الإيه العبارة. يقول: النفي خلاف الإثبات، ومعناه في اللغة الإخراج، كما في قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض. فصل: الجحد نقيض الإقرار، وفيه الإنكار مع العلم، كما في قوله: وكانوا بآياتنا يجحدون. فصل:
الإنكار نقيض المعرفة والعلم، وهو ضرب من الجهل، كما في قوله تعالى: فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الفرق بين النفي والجحد، من أول السطر بقى، الفرق بين النفي والجحد أن النافي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا ولا يسمى جحدا، وإن كان كاذبا سمي جحدا ونفيا أيضا. فكل جحد نفي، وليس كل نفي جحدا. مثال النفي: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ومثال الجحد: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الفرق بين الجحد والإنكار: الجحد إنكار الشيء الظاهر، فهو أخص من الإنكار، بخلاف الإنكار يكون مع العلم وعدم العلم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لما بجيب لك الآية تفهم على طول المعنى دي، لأن نعم بعضها معروف وينكرها، وبعضها جاهل بيها، فهو بينكر اللي جاهل بيه وينكر اللي عارفه كمان، فهم؟ فالإنكار جحد وزيادة، فهمت؟ نرجع لكلام بقى الشيخ الزركشي. يبقى انت ايه، وسبق الفرق بين الجحد والنفي في الكلام على قاعدة المنفي، جبتها لك يا سيدي علشان ما تبحث كتير وتتعب. وقال ابن الحاجب: هي لنفي الحال في اللغتين الحجازية والتميمية، نحو ما زيد منطلقا وما زيد منطلق، تنفع الاثنين بقى. ما زيد منطلقا تبقى ما الحجازية، وما زيد منطلق تبقى ما التميمية، فهمت؟ ولهذا جعلها سيبويه في النفي جوابا لقد في الإثبات، ولا ريب أن قد للتقريب من الحال، فلذلك جعل جوابا لها في النفي. قال: ويجوز أن تستعمل للنفي في الماضي والمستقبل عند قيام القرائن. قال تعالى حكاية عن الكفار: وما نحن بمنشرين، بينكروا حاجة في المستقبل أو النشور، وما نحن بمبعوثين، يعني بينكر مستقبل أو، وفي الماضي نحو ما جاءنا من بشير، أي من قبل، ولا نذير، يبقى بينكر ماضي، أحيانا تنكر مستقبل وأحيانا تنكر ماضي. ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإنه ورد للتعليل على معنى كراهة أن يقولوا عند إقامة الحجة له عليهم ما جاءنا في الدنيا من بشير ولا نذير، وهذا للماضي المحقق، وأمثال ذلك كثيرة. قال: ثم إن سيبويه جعل فيها معنى التوكيد. مش احنا قلنا ما بتنفي قد للتحقيق، يبقى ايه؟ يبقى لما تبقى بتنفي المحقق يبقى بتأكد نفيه، فهمت؟ طالما بتنفي محقق يبقى بتأكد نفيه، ففيها معنى التوكيد في النفي، كما أن قد فيها نحو معنى التوكيد في الإثبات، فهمت؟ ثم إن سيبويه جعل فيها معنى التوكيد لأنها جرت موضع قد في النفي، فكما أن قد فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جوابا لها. وهنا ضابط يعني قاعدة، خد بالك ما يقول لك ضابط، يعني مش ضابط شرطة ولا أمين شرطة اسم الله، يبقى ضابط معناه إيه؟ يعني قاعدة، فهمت؟ تضبط الفهم. وهنا ضابط، وهو: إذا ما أتت بعد إلا في القرآن فهي من نفي إلا، كما في 13 موضعا في القرآن جت في الحالة دي، اللي هي تيجي إذا ما أتت بعدها، تيجي بعد ما إلا، تبقى بتنفي فهي من نفي إلا،
إلا في 23 لوحدها. لا اقراها لي، لأن أنا حاسس إن عندي هنا العبارة فيها سقط، فصححوها لنا بقى إيه في النسخ. فهي من نفي. فهي من نفي. إلا في 23. يعني نحط كده إيه فاصلة. فاصلة. كده أيوة. وهنا ضابط وهو إذا ما أتت بعدها إلا في القرآن فهي من نفي. إلا في 13 موضع. لا إلا في نفي إلا ليه؟ مش نفي إلا. فهي من نفي كده الجملة خلصت. في استثناء بقى لوحده تاني بين قوسين. إلا في 23. إلا في 13 موضعا. 23. أنا أنت عندك 13. 23 موضع. لا هي 13. هي 13. لا صلحها بقى. 13 من 23. 13 موضع. أولها المواضع الثلاثة قوله تعالى: مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيم حدود الله. فلا تأخذوا مما أتيتمن شيئا، يعني لو طلقت امرأة اوعى تأخذ منها المهر اللي دفعته. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فاهم؟ طب امتى تأخذ المهر؟ لو كنت خايف منها نشوز، عايزة تنشوز بقى ومش عايزة تسمع كلامك، تقول أنت ليه يا بنتي مش عايزة تسمعي كلام؟ تقول لا لا أنت مالكش قوام علي. طب خلاص اديني بقى المهر اللي دفعته لك عشان أتجوز غيرك، يلا مع السلامة. يسموه خلع بقى في الحالة دي، يسموه ايه؟ خلع، يعني طلاق بمقابل، فهم؟ مقابل انه ياخد مهره، لان تعالت عليه الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. ايه حدود الله؟ القوامة للرجل ولو السمع والطاعة. هي رفضت، طب خلاص مش هنعرف نعيش مع بعض طالما مش هنعرف نعيش على بعض، وانا ما اجبرتكيش انك انت ما تسمعيش كلامي، يبقى ادفعي لي ثمن مهر عشان اتجوز غيرك بقى تسمع كلامي، وتمشي بيها بنت الناس بدل ما نعيش مع بعض نقتل بعض ونتخانق. فهمت بقى؟ يبقى هنا قال ايه؟ مما اتيتمهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. ودي ايه الخلع في القران. طيب الثاني: فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. فنصف ما، شوف ما جاي إيه؟ ما فرضتم، يعني الذي فرضتم إلا أن يعفون. في قوله تعالى: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. برضو من ضمن ايه؟ من ضمن اسباب ايه انك انت تاخد المهر منها انها تخونك، تاتي بفحشه مبين تخونك، يبقى مالهاش حق في المهر لانها مش امينه. امراه امينه وطلقتها خلاص تاخد مهرها لانها امينه تستحقه، لكن لما تبقى غير امينه فاهم؟ فنصف ما فرضتم دي قبل الدخول يا مولانا صح؟ فنصف ما فرضتم دي لو كان طلقها قبل ان يمسها، يعني قبل الدخول. الرابع: ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، يعني لكن اللي فعلتوه قبل التحريم ده معفو عنه، ادي معناه الا ما قد سلف. الخامس: وما اكل السبع الا ما ذكيتم. يعني لو السبع الاسد اصطاد غزاله كويس وابتدى هياكل فيها، فجيت انت بطل انت بقى هشيت الاسد عنها، والغزاله لسه فيها رمق عايشه تزكيها كلها، لكن ادركت الغزاله ماتت خالص ما ينفعش تاكلها لانه اكل السبع خلاص هو اللي اصطادها. لكن لو انا ادركتها من بين انياب السبع قبل ان تموت وفيها حياه مستقره، يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ ازكيها واكلها، اذبحها واكلها، ادي معناها الا وما اكل السبع الا ما ذكيته. فهمت بقى؟ السادس: في قوله تعالى: ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. لان ممكن ربنا يريد فتنته، يجي يكسر اصنامهم ربنا يشل ايده، يقول لك شفت
ايدك اتشلت عشان الاصنام عملت فيك كده. يبقى ربنا شاء ان هو ايه يضلهم. فهمت؟ مش بتحصل. يبقى ربنا ايه؟ لكن عشان كده سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ ولا اخاف ما تشركون ما اشركتم الا ان يشاء ربي شيئا. يعني قد يشاء ان يضلكم فيقوم يضرني امامكم وانا بقول لكم بالحق، فلما يجي للضرر امامي تقول اه شفت عشان انت بتباطل بتامرنا بالباطل، ده مش حق، لو كان حق ما كانش جالك ضرر. فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى الكلام. فهمت؟ السابع، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، يعني مستثنى من مستثنى. الثامن والتاسع في قوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، اللي هو إيه؟ وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. يعني إلا ما شاء الله هنا يعني في قيد ينفي الخلود الدوام؟ لا، إلا ما شاء الله من أصناف عذاب بقى. فهمت إزاي؟ وبرضه جت في ايه؟ واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها الا ما شاء الله، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله، ما شاء ربك عطاء غير مجدوس، مش كده؟ فجت مرتين يعني. العاشر والحادي عشر في قوله تعالى: فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. وقال له برضه: ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. الثاني عشر في قوله تعالى: وما يعبدون إلا الله، على خلاف فيه. الثالث عشر: وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. في سورة الحجر حيث كان. وكده خلصنا النهاردة ما النافية. كانت إيه؟ وجبة دسمة النهاردة عليكم، معلش يبقى خد كده اي حاجة مهضمة عشان تعرف تهضم المعلومات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي افضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.